بالتزامن مع الاحتفاء بالذكرى العشرين على تأسيس مركز الشيخ إبراهيم بن محمد الخليفة للثقافة والبحوث، عرض المركز فيلما وثائقيا خاصا حمل عنوان شيخ التنوير. الفيلم يسلط الضوء على مسيرة المركز الحافلة خلال العقدين، كما استعرض الحكايات المنبثقة عن البيوت المتفرعة عن المركز والتي يرعاها منذ زمن. أروم من الأيام ما لا يرومه سواي، وقدر المرء ما هو رائمه. شيخ التنوير هو عنوان الفيلم الوثائقي الذي تم عرضه بالتزامن مع الاحتفاء بالذكرى العشرين على تأسيس المركز الحاضن للأدب والثقافة، ألا وهو مركز الشيخ إبراهيم بن محمد الخليفة للثقافة والبحوث. في منتصف القرن التاسع عشر 1850 كان ميلاده، عاش 83 عاماً، وفاته في يونيو 1933، وبعد 6 شهور من وفاة الشيخ عيسى بن علي ابن عمه وحاكم البحرين، ويبدو أنه لم يكن يطيق الفراق. مع العبارة التي خطها والدي المجهول أكثر من منقول، قادت إلى البحث، إلى أول كتاب، ثم جرت إلى كتب أخرى، ثم انتهينا إلى هذا المركز ليكون البداية لسلسلة من البيوت تؤدي الدور الذي أداه شيخ إبراهيم في فترة مبكرة من تاريخ البحرين الحديث. الفيلم أدلى الستار عن سر اختيار هوية المركز، والتي باتت اليوم رمزاً للتقدير والخلود. هناك محطة مهمة أيضاً، هي اختيار شعار مركز شيخ إبراهيم ألف ميم، والقصيدة الجميلة التي كتبها الشيخ إبراهيم: أروم من الأيام ما لا يرومه سوايا، وقدر المرء ما هو رائمه. أتت هذه الفكرة من والدتي ليكون هذا البيت هو شعار للمركز، يبدأ بحرف الألف إبراهيم وينتهي بحرف الميم وهو اسم محمد، وهذه القصيدة الجميلة في النصف، وهذا العنوان أو هذا الشعار أصبح جزء من هوية مركز الشيخ إبراهيم، ليس فقط في البحرين ولكن في أي مكان آخر. الفيلم اختصر عقدين من مسيرة المركز العمرانية المزدهرة بمحطاته الأدبية والثقافية والبيوت المتفرعة عنه والتي يرعاها بكل حب وتقدير. في هذا العام نحتفل بعشرون عاماً على تأسيس هذا المركز. دائماً أتساءل لماذا جميع زواره يتكلمون عن البيوت ويتكلمون عن نشاط المركز وينسون المؤسس. لذلك في هذا العام بالتحديد نسلط الضوء على الدور التنويري الذي أداه الشيخ إبراهيم. سمعت بأن بيت عبد الله الزايد الشاعر والأديب وأول من نشر صحيفة في البحرين مهدد بدوره بالزوال. عند افتتاح مركز شيخ إبراهيم أرسلت دعوة للشاعر الكبير الأستاذ إبراهيم العريض، وبيني وبينه صداقة في العام ذاته الذي توفي فيه في 2002 حين افتتح المركز. كلمته بالهاتف لأسأل إن وصلته البطاقة، فقال لي: وصلتني يا ابنتي، وأنا أهنئ جدك لأنك حققت كتابا عنه، واليوم تؤسسين المركز باسمه. بداخلي كنت أقول أن هناك مركزا آخر سيكون باسمك. حين زار الشاعر الكبير الدكتور غازي القصيبي هذا البيت، اكتشف أن هناك رسالة من إبراهيم العريض له. التفت إلى زوجته وقال لها: حين أنتقل إلى رحمة الله لابد أن تعطي أمي مأثوراتي لكي يكون لي بيتا بهذا الجمال. ومشروع يجر إلى آخر. البداية كانت مع مركز الشيخ إبراهيم، انتقلنا إلى بيت عبد الله الزاير، ثم سمعت الحكاية ذاتها بيت محمد بن فارس مهدد أيضا بالهدم فلا بد من شرائه.
كثير من البيوت كان القصر من شرائها المحافظة على أماكن لها ذاكرة. مركز الشيخ إبراهيم بمدينة المخرق بمملكة البحرين.